زيارة السيد رئيس الوزراء للولايات المتحدة الأمريكية ترك كل اللي صار بها. أنا أعتبر الفوز الحقيقي أو الربح الحقيقي من هذه الزيارة هو عندما جلس السيد رئيس الوزراء بجانب بايدن وقال له أنا أختلف معك في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. هذا علينا كعراقيين أن نفتخر، أول رئيس وزراء ليس عراقي وإنما في المنطقة، يعني رؤساء الوزراء العراقيين السابقين ما كانوا يتحدثون ولا في المنطقة ولا الملوك اللي في المنطقة أن يروحون لبايدن يقولوا أنا أختلف. زين، هذا يعطيك شعور كعراقي باننا احنا الدوله تعافت، احنا عندنا رئيس وزراء قوي يستطيع، بغض النظر ان يكون السوداني وغير السوداني، حتى لو كان غيره، انا اكون امام رئيس وزراء يقدر يمثل هذا العراق الكبير باختلاف كل مكوناته واطيافه وغيره. فهذا اللي نقول عليه، يعني انا اليوم عندما اقول لبايدن في البيت الابيض انا اختلف معك، فاكيد ما راح اسمح للسفيره أو للسفير في بغداد أن يتدخل في شؤون الداخلية، وكان واضح وصريح، كان ضغط كبير على الحكومة وعلى الكتل السياسية وعلى مجلس النواب في قانون البغاء. لكن صار عناد ولم يتمرر هذه الرغبة، وبعدها صار ضغط على السيد رئيس الجمهورية بعد قرار القانون، وآخرها ممكن صار يصير قضاء على القرار.